تستمر الانطلاقات والاشواط وينطلق الشوط التاسع للحقائق الابكار بحفظ من الله ورعايته. الصداره والمقدمه والانطلاق الاول مع انطلاق وتحدي شعار البريدي هنا مع غاره لحمد بن جار الله بن سعيد بن حسين وحمد بن جابر نعم بن سعيد بن حسين البريدي هو من ينطلق مع الصداره، ولكن حصل دخول مع الدوحه لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن دلهم الهاجري هو من ينطلق مع الدوحه على الصداره وعلى المقدمه ثاني المراكز. هنا غاره لحمد بن جابر بن سعيد بن حسين البريدي هو من ينطلق مع غاره على المركز الثاني ثالث المراكز. دوما تنطلق مع راشد بن حمد بسالم النهاب المرية هو من ينطلق مع دوما على المركز الثالث وتنتقل بدوره الى الصداره والى المقدمه، بينما رابع المراكز الوصول والقدوم والتحدي من قبل هنا انطلاقه شعار بن سنيد على ما يبدو لي هو من ينطلق مع المركز الرابع خامس المراكز. الوصول من هوايل لعبد الله بن مبارك بن حمد الجهويل المري هو من ينطلق مع المركز الخامس. نعم هنا ينطلق بن جهويل على المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الاولى اذعناها على مسامعكم، وبكم نعود الى الصداره والى المقدمه ونعود مع الدوحه. الدوحه الدوحه الذي تنطلق على الصداره وعلى المقدمه ناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن دلهم الهاجري هو من ينطلق مع الدوحه على الصداره وعلى المقدمه، بينما المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل هوايل لعبد الله بن مبارك بن حمد الجهويل المري هو من ينطلق بانطلاق وتحدي هوايل على المركز الثاني ثالث المراكز. شعار الخيارين ينطلق مع الجزيرة حمد بن مبارك بن محمد البوسعيد الخيارين، بينما المركز الرابع توجيه هنا تصل لبريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران هو من ينطلق مع توجيه على المركز الرابع. خطير هذا الاسم خطير. خامس المراكز شعار الشرقي على ما يبدو لي شعار الشرقية، وتنطلق هنا معزة لحميدي بن راشد بن علي بن الحميدي المقارح هو ينطلق مع المركز الخامس. على ما يبدو لي بمتابعة عبد الله بن حمد الشرقية هو من يتابع انطلاقة معزة على المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة، تنطلق كل الكل منها طامع وطامح لأجل الناموس والانتصار. ونعود إلى بن جهويل شعار بن سفران بن سفران ينطلق ينطلق مع هوايل عبد الله بن مبارك بن حمد بن جهويل المرية. شعار بن سفران هو من ينطلق حاملا على ظهر هوايل، بينما المركز الثاني الوصول من توجيه 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 تصل البريك بن عجيان المجدور هو من ينطلق مع توجيه على المركز الثاني. خطير جدا هذا الاسم، بينما المركز الثالث وثالث المراكز منصورة منصور بن ناصر الحميدي الهاشمي نعم ينطلق مع المركز الثالث. رابع المراكز ورابع التحديات الانطلاق والتحدي، ارى الوصول والقدوم من شعار بن سنيد. شعار بن سنيد ينطلق مع المركز الثالث اسعفه حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه هو من ينطلق مع المركز الثالث. رابع المراكز هوايل بن جهويل تنطلق مع المركز الرابع. خامس المراكز شعار الخيارين ينطلق من الجانب الايمن. نعود واياكم الى توجيه 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 على الصداره. بريك بن عجيان المجدور هو من ينطلق مع توجيه ينطلق مع توجيه نقطه
نقطتين في الرصيد أو ثلاث نقاط. نعم تريد أن تضيف النقطة الرابعة في رصيدها الحافل بالإنجازات في تاريخها المشرف. تنطلق هنا توجيه لبريك بن عجيان المجدور، هو من ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة ثاني المراكز الوصول والقدوم من قبل منصور، منصور بن ناصر بن حميد الهاشمي هو من ينطلق مع المركز الثاني، ينطلق مع المركز الثاني ثاني المراكز مع أهالي السلطنة الهاشمي الهاشمي ينطلق مع المركز الثاني. توجيه على الصدارة لا تزال صامدة صامدة، توجيه 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 ومنصورة منصورة وتوجيه توجيه ومنصورة شق هنا منصورة أو توجيه. نعم لبريك بن عجيان المجدور قدم لنا توجيه. نعم بهذا الانطلاق الممتاز وتضيف النقطة الرابعة في الرصيد، سلام لبريك بن عجيان المجدور على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز منصورة لمنصور بن ناصر بن حميد الهاشمي من المركز الثالث، كان الوصول من قبل غدير العتيق من فرام بالعتيق الفريد المري المركز الرابع، معركة لمحمد بن جابر بن جلال الله بن ذروة المري المركز الخامس.